ريهام، انا عارف ان انت بتشوف الرسائل دي، وعايزك تبقى متاكده ان انا كنت لا يمكن هعمل معاكي حاجه وحشه، لان انا اصلا عمري ما عملت حاجه وحشه قبل كده مع بنت. باين جدا ان انا كذاب، باين جدا. ريهام، انا عارف ان انت بتشوف الرسائل دي. بص يا ريهام، انا زي اي راجل، ممكن الشيطان يوزني، بس اللي انا عايزك تبقي متاكده منه ان انا لا يمكن كنت هغتصبك. ايه هغتصبك دي؟ البت ليها حق، انت غبي، انت بني ادم غبي. اخيرا انت فين يا عم؟ ايه؟ امال فين البنيه؟ هات الشاحن ده. طب مش تطمن على اخوك الاول؟ طمن عليك ايه، ما انت زي القرد اهو. هو انت قفلت على نفسك الباب من بره ونطيت من الشباك ولا ايه؟ لا، دي البت بتاعت نور المستقبل، جبتها يعني وقلت نتعرف على بعض اكتر، يعني فهمتني غلط. وانت طبعا كان قصدك الغلط. بصراحه الشقطه المثاليه، البت واحده نيه، مفيش بقى اهلي يسالوا عليها ولا اخوها يستناني تحت بير السلم ويديني على وشي، فرضاني كده ومش جاي من ورا وجع دماغ. دي نظرتك لليتيمه، انت ازاي تستغلها؟ لا طبعا يا هشام، مش دي نظرتي لليتيمه. ولعلمك انا مره عرفت واحده اهلها كانوا عايشين وعملت معاها نفس اللي عملته مع ريهام. انا ثابت ما بتغيرش. ايه ده، نهار اسود، نهى متصله بيا كتير جدا. ايوه صحيح، كلمتني وقالت لي ان ولاء عدت عليها. ايه ليه، عرفت حاجه؟ ما اعرفش بقى، انا ما كنتش مركز معاها قوي، كنت مركز ازاي ارجع ريهام يعني، بس هي قالت لي اوصل لهشام وقول له ما يروحش لزياد. طب ده معناه ان ولاء ما تعرفش ان انا بروح؟ او عرفت وانها بتحاول تحافظ على حياتك. ادي المصيبه، يا دي المصيبه. طب بقول لك ايه، ما عندكش فكره ارجع بيها البت ريهام؟ انت ايه يا اخي، طاغوت طاغوت.